عيون جل مغمرات يا حي مركب الدلال بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله دائما نستعين. مشاهدينا متابعينا الكرام، ينطلق منذ لحظات قليلة شوطنا الخامس المخصص للإبكار محليات الأصايل، وبداية هناك أيضا يعتبر ثاني أشواط أيضا محليات في هذا الصباح الجميل والتحديات المثيرة والانطلاقة المميزة هنا في هذا الشوط وفي هذا المسار. على بركة الله ينطلق بحفظ من الله ورعاية وتوفيق وجهود اللجان المنظمة في هذا الميدان، ميدان الخزنة لسباقات الهجن العربية الأصيلة في هذا المسار. هكذا مشاهدينا متابعينا الكرام، واضح الفم. ايوه بالفعل نبدا هناك ايضا، بالرغم هناك ايضا نتكلم هناك ايضا من ايضا الاربعه كيلومترات، ولكن نعيد هناك ايضا وسير الى المقدمه في هذا المسار. وصايف من تتقدم بشعار محمد بن سهيل بن سالم على خيلي الذي قدم لنا شعار في يوم الأمس في صفوة الميادين وميدان سيح صبر، واختطف ناموس هنا أيضا مع سن الحجايج على ما ظن وما خان التعبير غازي. سعيد بن سهيل بن سالم على خيلي يستاهل بوسهيل هناك أيضا في هذا المسار. المركز الثاني وصول وتقدم شعار أبو محمد، يقدم لنا أيضا هتان مبارك بن محمد بن مبارك بالعول الخيل. المركز الثالث الوصول، التقدم، التسلل، الاندفاع من هذه اللحظات في هذا المسار الجميل. هنا ايضا مشاهدينا محمد بن مطعم بن ثعيل بن هواش الخيلي مع الشاهينية، بينما المركز الرابع، المركز الرابع وصول وتقدم في هذه اللحظات مشاهدينا متابعينا الكرام القادمة هناك أيضا والواصلة في هذه اللحظات من ونه لسيد مبارك بن محمد بن مبارك على خيلي. هنا أشكرك على هذه الأسماء يا أبو محمد هنا في هذه الانطلاقات. بينما المركز الخامس القدوم من هذبة علي بن حمودة بن علي بن حمودة الظاهري، بينما المركز السادس القادم الذيبة 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 هذه الذيبة يقدمها شاب بن حمد بن علي اليحافي، يتقدم في هذه اللحظات يقدم لنا الذيبة أبو حمد في هذا الانطلاق أهالي السلطنة. بينما هناك الوصول من زاخر القادمة بشعار سعيد بن سهيل بن أحمد بن دري الفلاحي. هكذا نتيجتنا، هكذا نتيجتنا، ذعناها على مسامعكم، ذعناها على مسامعكم مستمعين الأفاضل مشاهدين الكرام. الله
يا سلام يا سلام على هذا التحدي هنا في هذا الانطلاق الجميل. يا سلام يا سلام، أعود إلى المقدمة الأولى، نعود إلى صدارة هذا الشوط مع المركز الأول بهذا الاندفاع، بهذا الاندفاع على مقدمة هذا الشوط مع المركز الأول في هذه الانطلاقات وتحديات مثيرة ومميزة هنا. البداية وين؟ الصدارة وين؟ المقدمة وين؟ المركز الأول بدأ الاندفاع هنا انطلاقة وتحديات الشاهينية، الشاهينية محمد بن مطر بن ثعلب بن هواش الأخيلي، المركز الثاني القادمة وصايف محمد بن سهيل بن سالم الأخيلي بقيادة أبو عبد العزيز مسلم بن عبد العزيز اللي تابع هذا الشعار هنا في هذا الانطلاق الجميل. المركز الثالث الله هتان، هذه هتان تتقدم مبارك بن محمد بن مبارك بن عور على خيلي في حد غادم ولا ما فيه اي قدوم، ما فيه اي قدوم حتى هذه اللحظات. تابع يا ابو راشد، تابع هذا الرقص الجميل هنا، هناك ايضا في هذا ايضا هناك الاحتفال الجميل والمميز والتجمع هنا مع هذه الاصايل هنا في هذه اللحظات. الله يدوم الامن والامان والفرحه والابتسامه دائما ان شاء الله. هنا المركز الرابع، هناك ايضا القدوم من ون هذه مبارك بن محمد بن مبارك بن عور على خيلي، هناك ايضا في هذه اللحظات وصول وتقدم من الذيبه شاب بن حمد بن علي لحافي، وهناك ايضا شعار بن دري يتقدم هنا في هذا الانطلاق. ولكن خلاص خلاص خلاص، المقدمه والصداره مع المركز الاول في هذا الانطلاق وفي هذا المسار على صدارة هذا الشوط مع المركز الأول. الشاهينية الشاهينية راحت، الشاهينية راحت على مقدمة هذا الشوط. محمد بن مطر بن ثعيل بن هواشة آل خيلي يقدم لنا الشاهينية في هذا المسار الجميل والتحديات المثيرة هنا في هذا الانطلاق. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، الخمسمية متر الأخيرة هنا راحت 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 بدون أي أوامر ولا شبه أوامر على الإطلاق. ما إن شاء الله ما إن شاء الله على هذا العرض الجميل. شو اللي تسويه يا أبو مطر على تقديم نوعيات جميلة وفاخرة في عالم سباقات الهجن العربية الأصيلة هنا؟ هذه الشاهينية، هذه الشاهينية محمد بن مطر بن ثعيلب بن هواش الأخيلي. سلاماتنا إلى أهل الخزنة، سلاماتنا إلى أهل الخزنة، محلية 100% محلية. هناك أيضا تهانينا والناموس على هذا الفوز الجميل والمسار المميز. لحظات الوصول والعبور إلى خط النهاية هنا معلنة بهذا الفوز الجميل والتحديات المثيرة هنا. المركز الثاني، المركز الثاني شعار ابو محمد من يتقدم على المركز الثاني. المركز الثالث شعار محمد بن سهيل على خيلي، والمركز الرابع شعار سعيد بن سهيل بن احمد بن دري الفلاحي. توقيتنا الزمني 8 دقائق و16 ثانية بالوفاء والتمامية. والكم